ولا من زوجك؟ لا لا خلاص. This is Danish. يعني ايه الحياة بقى؟ ان الكاميرا دي بيحصل فيها قوتين متضادتين شد وضغط في قطاعين مختلفين. يعني انا لو رسمت دي سي دي يعني كده ده هيبقى كده ده المفروض ان هو هيتعرض لضغط اللي هو المفروض انت قللته وده هيتعرض لشد اللي هو كبر. تمام؟ ماشي؟ طيب احنا هنحسب ايه بقى؟ احنا عايزين نحسب الجهات الشد والضغط اكبر جهات شد والضغط اللي هتعرض له القطاع ده. طيب ازاي بحصل على شد الانحناء الاول؟ انت عندك اربع طرق تحصل بيها على الانحناء. اولا عرضت الفورس مش على السنترال لاين هنا بس، فدي انا هخلص من الفورس دي ان انا احط واحده في السنترال لاين واعوض عنها بانحناء ببندنج مومنت. دي اول حاله. تمام؟ طيب الحاله الثانيه ان انا برضه لو عندي نفس القطاع وسخنت الجزء اللي تحت فيحصل له شد هيطول، ده المفروض هيطول، وبردت الجزء اللي فوق فالمفروض هيطول، فكده برضه هيحصل انحناء. تمام؟ او سبت اللي فوق زي ما هو وسخنت الجزء اللي تحت هيحصل انحناء، هيحصل انحناء كده. برضه انا عايز احسب اقصى اجهاد شد وضغط بتعرض له القطاع ده. تمام؟ تاني حاجه ان انت تاثر بفورس. تاني حاجة ان انا بأثر بفرصة عالية خالص اللي احنا واخدينها قبل كده اللي هو يحصل الكلام ان ده المفروض البوينت دي عايزة تنزل هنا وده بنسميه سهم الانحناء. رابع حاجة ان انا أثر بالكلام في بداية الكاميرا وأخيرا. حد عنده مشكلة لحد دلوقتي؟ الحالة بس الثانية دي واحدة دي؟ لسه تسخن القطاع اللي تحت، يعني الجسم ده من تحت هسخنه فالمفروض ان هو هيطول ومن فوق يا اما تبرده يا اما تسيبه زي ما هو، فده المفروض هيطول. تقسيم درجة الحرارة. بالظبط كده. تمام؟ حد عنده سؤال تاني؟ طيب ايه الاختبارات بقى اللي انا بعملها في الشد؟ في الانحناء سوري. عندنا اختبارين يا اما بي في النص هنا في خبر فشكل الشيب بتاعه هنا المفروض يبقى في بي على 2 وهنا في بي على 2 لما انا اطلع بي على 2 حتى هنا وعندي البي هتبقى بي على 2 واكمل ده شكل الشيب. طيب شكل المول في النص بالظبط هيبقى في الا على البعض وده بيعمله الاختراعات المعدنيه ان احنا متاكدين ان القطاع ده متجانس او ما فيهوش مشكله كبيره في النص. لكن في الفيصله بعمل اختبار تاني وهو في التلت الاوسط مع راجل بي بس اقسمه على التلت الاوسط كله وهنا برضه هيبقى بي ال على الاثنين بي اي على الاثنين وهنا بي على الاثنين اطلع بي على الاثنين هنا انزل بي على الاثنين خلاص مفيش هنا انزل بي على الاثنين لحد هنا. تمام؟ طيب المومنت بقى هنا في التلت الاوسط هيبقى بي ال على 6 نكمل كل ده بي ال على 6. تمام؟ مشكلة؟ حد عنده مشكلة؟ طيب شكل المنحنى بتاع الانحناء ايه بقى؟ انا لو عندي الحمل
وانا عندي دلتا. شكل المنحنى ايه؟ لحد حد التناسب خط مستقيم. بعدين بعد حد التناسب كيرف تاني. طيب استفاد ايه من المنحنى ده؟ اعرف اجيب من المنحنى ده اجيب الار، ار لحد هنا. يبقى الار يكون كام؟ دي اللي هي بي بي ال الار ار بي بي ال اللي هي قله المثلث ده مضروبه في الدلتا هي لحد هنا دلتا بي ال. تمام؟ طيب لو انا عايز اجيب بقى التي عايز اجيب الاريا لحد هنا الشكل ده الاريا بتاعته هنا على التلاتة بي هنا هنا البي ماكس فورم وهنا الدلتا ماكس. في مشكلة كده؟ طيب انا عايز احسب ايه بقى؟ عايز احسب الهاد ده الشد الضغط هنا والشد هنا حطيه قانون الاجهاد عندي اللي هو سواء شد او ضغط اللي هو ام اكس واي على اي اكس. طب ليه بقول ام اكس؟ لان هنا انت عندك هنا مفروض في اكس عمودي على يعني هو البندنج مومنت بيدور حوالين ايه؟ حوالين المحور اكس اللي هو المفروض ده يكمل كده. فالبندنج مومنت عمودي على القطاع ده وبيدور حوالين محور اكس عشان كده لما اجيب ام اكس حوالين البوينت دي اللي هي المفروض مش بوينت المفروض محور والاي اكس برضه حوالين نفس البوينت. تمام كده؟ والاي دي المسافه بين لو خدت القطاع ده بالبلان بتاعه هنا ده المفروض محور اكس اللي هي دي الواي اللي هي البوينت اللي عندها الماكسيمم اللي هي اما ضغط او شد. هنا هيحصل فيه ضغط وهنا فيه شد. انا بحسب البوينت. تمام؟ مش كده كده؟ طيب الاول سؤال هو بيقول لي اتجاه الحمل، اتجاه الحمل اتجاهه ايه؟ ده عندي القطاع اهو وده الحمل، ده كده اتجاهه ايه؟ عمودي على القطاع. تمام؟ طب اتجاه الهاد نفسه موازي للمحور، المحور ده مش احنا بنقول ان ده المفروض قصر وده طول؟ طيب يبقى الاجهاد بقى اللي حصل الاجهاد اللي خلى ده يقصر والاجهاد اللي خلى ده يطول. ايه هو؟ هو الاجهاد هنا ان ده المفروض انت ضغطته هنا وده المفروض طوله يبقى هو موازي للمحور بتاعي موازي للمحور اللي هو المفروض ده. فاحنا عرفنا ان اجهاد الحمل نفسه عمودي على القطاع لكن الاجهاد اللي انا بحسبه هو موازي للمحور بتاعي. تمام؟ مشكله كده؟ طيب نبتدي نتعرف على القانون بقى اللي هو ام اكس وواي واي اكس. ام اكس اللي هي ايه؟ اللي هي الماكسيمم مومنت اللي بتحصل لي في القطاع سواء هنا سواء هنا كان في بي ال على 4 او هنا بي ال على 6 على حسب ما هو هيقول. يبقى الام اكس يا اما بي ال على 4 او بي ال على 6 على حسب ما هو هيقول. تمام؟ طيب واي احنا قلنا المسافه المسافه محور اكس محور الدوران يعني او محور الكمون اللي هو ثابت لحد اقصى بولة عندها اجهاد اقصى نقطة دي جاية اجهاد. طب اي اكس اي اكس هي مقاومة القطاع ده بتاع كامل الدورات يعني هو انا عايز ادوره كده هو عايز يقاومني بقد ايه؟ فانا على حسب هو القطاع بتاعي هل هو مستطيل؟ لو مستطيل يبقى بي اتش على 3 على 12
لكن لو دايره بي باي دي اكس باي 4 على 64. تمام؟ في مشكله؟ نبدا في المسائل. طيب عندنا ثلاث مسائل على الدرس. نبدا بمسألة، مسألة من في الكتاب. بيقول لي كاميرا في الصوت. ده اللي هو طول وعرض، طول وعرض بتاع الساعة. احنا لسه جايبينه. ده اللي هو اللي احنا محتاجينه اللي هو الواي. هي دي هي دي كلها الاكس. ودي بالنسبة لي هي البي. ايه؟ بالظبط كده. تمام؟ طيب هو بيقول لي الكاميرا من الصوت زائد مقطع مستطيل. اول حاجه عرفتها ان هو مستطيل، بأكد قانون الاي اكس اللي هو بي اتش باور 3 على ال 12. هو بيقول لي ابعادها الخارجيه 6 3 و6. 3 بالنسبه لي اللي هي البي يبقى 3، والاتش بالنسبه لي هي 6 باور 3. بس القطاع ده ليه سم، يعني هي المفروض رسمتها كده بس القطاع اهو. هنا ده بالنسبه لي الاكس، دي اللي هي الواي، دي اللي هي الاتش. بس هو ليه سمك بقى، القطاع ليه سمك، مستطيل وجواه مستطيل. انا عايز اجيب الاي اكس تحت القطاع ده بس، فهجيب الاي اكس تحت الشكل كله اللي هو المستطيل الكبير، هو ماينس منه المستطيل الصغير. تمام؟ المستطيل الكبير اللي هو 6 3 في 6 باور 3 على ال 12. طب المستطيل الصغير هو قال لي ان السم 2 مللي، يعني الحته دي المفروض الحته دي 2 مللي، يبقى 0.2 سم. طيب انا خدت 0.2 من هنا و 0.2 من هنا، وهنا 0.2 وهنا 0.2، يبقى بالنسبه للطول 3. هات اوبن 2 من هنا واوبن 2 هنا، يبقى ماينس اوبن 4. طب وبالنسبه للعرض بتاعي بقى 6، هات اوبن 2 من هنا واوبن 2 من هنا، يبقى اوبن 4 بره. هنا بار 3 على ال 12 هيجيب لي الاي اكس. هيجيب لي الاي اكس 15 سنتيمتر باور 3. تمام؟ طيب بعدين نكمل بقيه المساله. وبيقول لي ايه؟ استخدمت في سقف ورشه لتعليق حلم مركز في المنطقة. يعني احنا هناخد اي حاجه في ام اكس؟ ايه اللي على 4؟ ايه اللي على 4؟ يبقى ام اكس بالنسبه لي هيبقى كام؟ بي ال على 4. ماشي. وقال لك طول البحر بتاعها 150 سم، بقينا 150 بي ما عرفهاش وعلى 4 اعرف اجيب دي بكام. تمام؟ فاذا علم ان معاير مرونه الصلب معاير المرونه اللي هو ايه؟ جايبه لي هنا بالطن للسنتيمتر، انا عايز احول من الطن للكيلوجرام، هضرب في قلب. مظبوط كده؟
طيب الواي احنا قلناها بكام؟ دي كلها كانت 6 يبقى الواي بكام؟ 3. طيب والام اكس احنا قلناها 150 بي على 4 الواي هنا ب 3 والواي اكس ب 15.95. هنا الايجاد ممكن يبقى ماكسيمم او اقل من ماكسيمم. طب هنا تشيل البوينت 2 ايه؟ بوينت 2 شغال او بوينت 2 تشيلها من 3 ولا لا؟ مش لا انت بتجيب الماكسيمم البوينت اقصى اقصى هنا الايجاد الاقصى هنا مش هنا تمام؟ هنا الاجهاد ممكن يبقى اكبر من اكبر من الماكسيمم اللي هم ادوه لي او اقل. انا اقول للزانو ايكوال 1400 بعمل كروس مالتيبليكيشن هيوصل لي ان دي للزانو ايكوال 198 كيلوجرام. طيب بعدين هندرس بقى عن الدلتا ماكسيمم. قانون الدلتا هنا ايه؟ الدلتا بي ام باور 3 على 48 اي ار تمام؟ البي انا ما اعرفهاش شمال اللي انا عارف 150 باور 3 وهنا 48 ودي انا عارفها والاي انا عارفها. المفروض كل ده للزيرو ايكوال 0.5 هيطلع لي من البي للزيرو ايكوال 238.2 كيلو جرام. يعني القطاع ده يستحمل ان هو ينزل سهم الانحناء بتاعه المسافه دي 0.5 لو انا حملت عليه بالحمل ده، لكن القطاع ده ما يستحملش شد وضغط غير 198. فانا هاخد ايه هو ايه القيمه فيهم الستيب بالنسبه لي بالظبط كده. يبقى البي ماكسيمم اللي هاخدها معايا هي 98.4. تمام؟ في حد عنده مشكلة؟ كده أول مسألة خلصت. تاني مسألة بتقول ايه؟ عندي كاميرا افقية، ادي كاميرا افقية هنا بتتعرض لـ 100 في النص وفي هنا عمود هنا طول بحر ارتكازها. البحر بتاعها هنا 4 متر 400 سنتي وفي حمل عند المنتصف اللي هو البي وفي قضيب رأسي ده وطول أصناف من نفس المادة وطوله 400 سنتي برضه تمام؟ وبعدين يؤثر على الغمر عند بي اللي هو ده الحمل بي اللي احنا لسه قايلين عليه مقداره 45 طن انا هحولها لكيلوجرام. احسب لكل من الكاميرا والتضليل معامل الامان. انا عايز سيفتي فاكتور. طيب السيفتي فاكتور اللي هو ايه؟ اللي هو ايه؟ يقول لي المبني المعتمد على الرباعيه المرنه. فانا عايز الار عند البي ال على الار اللي انا هجيبها من الحسابات بتاعتي على الار في الحاله دي تمام؟ لكل واحده فيهم ده اللي انا هحسبه. طيب ده هنجيبه من اللي هو قايله لي هو قايل لي ايه؟
قطاع الكاميرا مستطيل مجوف، قطاع الكاميرا دي شكله كده مستطيل برضو مجوف. عرض الخارجي يبقى العرض ده بالنسبة لي هو 10، ده العرض ده 15 دايما برضه، العرض ده بالنسبة لي هو 10 وعمقه، عمقه ده 25. عندي العرض بتاعي وهنا المفروض في اكس، هو بيقول لي ان العمق اللي هو اكس، العمق 25 والعرض اللي هو بي الدوري ب 10، يبقى ده العمق المفروض، ده اللي هو الاكس، ده المفروض اللي هو بي. تمام؟ حد عنده مشكلة؟ طيب بعدين بيقول لي ايه؟ بيقول لي في سمك الدار 1 سنتيمتر، يبقى ده سمك 1 سنتيمتر، يبقى هنجيب الاي اكس بنفس الطريقه اللي احنا استجبناها. الاي اكس بتاع الكبير ماينس الاي اكس بتاع الصغير. طيب الاي اكس الكبير وقال لي 25 و10. طب الاي اكس بتاع الصغير؟ اما اقسم من هنا واحد واقسم من هنا واحد، 25 هتبقى 23. والبي هتبقى ايه؟ تمام؟ طيب يبقى هنا البي عندي 10 25 باور 3 على 12، وهنا 8 23 باور 3 على 12، على تجيب الاي اكس هي 4 سنتيمتر باور 4. تمام؟ ماشي كمل. يقول لي معايا المرونه لماده القضيب والكاميرا في نفس الوقت 2000 طن على سنتيمتر، يبقى هضرب في 1000 برضه عشان كده كيلو جرام سنتيمتر اللي هي 2 باور 6. نكمل. وجهاز حد التناسب الجهاز بقى هو ده ادهولي 40 كيلو جرام على المليمتر سكوير، انا مش عايز المليمتر، عايز احولها لسنتيمتر، عشان احول دي كيلو جرام هيفضل زي ما هو، والمليمتر عشان احوله لسنتي، السنتي في كام مليمتر؟ 10 بس انا عشان انا عايز احول المليمتر سكوير لسنتيمتر سكوير، يبقى 10 باور نيجاتيف 2 تحت، لما اطلعها فوق يبقى 4000 كيلو جرام سنتيمتر سكوير. تمام؟ لا لا تحت الثلاثة. ومساحة مقطع القضيب، القضيب بقى اللي هو ده، مساحة مقطعه يبقى ايه فورم؟ وش ايه؟ سنتيمتر سكوير. طيب عايزين نبدأ نحل بقى. طيب لما انا اعرض الكاميرا والقضيب ده للحلم بيه، ده يحصل له ايه؟ هنا هنا. طب وده يحصل له ايه؟ انضباط. طيب ده مش ده الكاميرا دي اللي هتنزله، هو هو نفسه القضيب ده هينزله، بمعنى كده عندي الدلتا، دلتا بتاعت الانحناء في الكاميرا ايكوال دلتا بتاعت الضغط في القضيب ده، يبقى دلتا بتاعت البيل ايكوال دلتا بتاعت الكون. تمام كده؟ طيب دلتا بتاعت البيل اللي احنا لسه قايلينها بي ال باور 3 على 48 اي ار. طيب والدلتا بتاعت القضيب اللي هي النظام بلي بي ال على الاي اي. طيب هو قال لي ان هما الاثنين من نفس الماده، فدي هتطير مع الاي. طيب وهنا ده 400 وده 400، فال هتطير ال من هنا، يبقى انا عندي بس هنا بي هنا بتاعت البي وهنا بتاعت القضيب، يبقى انا اوصل اعرف اوصل لعلاقه بين البي بي والبي سي، انا جبت الاي خلاص وعندي ايه؟ اعرف اوصل لعلاقه بينهم، فهنوصل هنوصل ان البي سي
ايكوال ايه؟ بي بي. ازاي هنحلها مع بعض؟ هنا بي مفروض بال 400 سكوير على 48 الاي ده لسه هحسبها 4 9 9.5 هنا البي بتاعت البي، لكن البي بتاعت الكولوم مش مضروبه في حاجه فوق ومقسومه على الاريا ده. هنوصل للعلاقه دي. معلش ايه الفرق بين البي بتاعت البي والبي بتاعت السي؟ يعني فين عدسه؟ ما هو الحمل ده هيتوزع على الكاميرا وهيتوزع على القضيب. يعني بالظبط هيسعى عليك ال ال معلش الحمل مش فوق القضيب. الايه؟ الحمل مش فوق القضيب. ماشي تمام. المفروض القضيب كله ياخد الحمل. لا مش لازم. احنا مش بندرس الاكشن هنا. احنا بندرس الكاميرا دي هتتعرض للالتجاه قد ايه؟ ما انت ساند اصلا على الكاميرا مش ساند على القضيب. يعني في كاميرا بين القضيب والكاميرا. ايه؟ قضيب بين الكاميرا بين القضيب والحمل في كاميرا. يعني ده مش شكل ما بندرس الاكشن، احنا بندرس الكاميرا دي هتعاني من خلال قد ايه؟ يعني هي كلها بتتعرض لبيئه قد ايه؟ مش بتكلم على الاكشن بتاعها. يعني هنا انت ممكن تقول الاكشن هنا بصفر والرياكشن هنا بصفر، بس ده كده استراكشر. احنا بندرس بقى ده بيتعرض من خلال قد ايه؟ تمام؟ الاتش بقى اللي هو العمق ده اللي هو اللي بره اللي مثلا هو اللي على ده؟ الاتش اه اللي هو بره 25 دول هم اللي بره كده اللي هو طولها كده ولا اللي هم اللي هو ازاي؟ احنا هنا ده محور ده محور اكس تمام؟ اللي هو هنا انت بتعرض لهنا يبقى ايه المسافه دي؟ مسافه من محور اكس واقصى بوينت عندها ايه هنا؟ ادي محور اكس هنا يبقى المسافه دي. معايا؟ اللي هي كلها هنا وبالنسبه للواي هي دي بس. تمام؟ طيب يبقى احنا وصلنا لاول علاقه بين البي سي والبي بي. وفي علاقه ثانيه من الاستراكشر بقى المفروض ان الحمل اللي بتتعرض له الكاميرا دي بلس الحمل اللي بتتعرض له القضيب كله ده بي بي بلس بي سي بيساوي الحمل اللي هما الاثنين بيتعرضوا له اللي هو البي اللي هو 45000 تمام؟ ممكن نعوض هنا شيل البي سي وحط مكانها 8 بي بي اوصل للبي بي 5000 والبي سي 40000 طيب هو عايز الرباعيه بقى، الرباعيه قانونها ايه؟ احنا هنا خلي بالك احنا عندنا حالتين، احنا عندنا انحناء وعندنا انضباط، نحل الانضباط الاسهل الاول وبعدين نخش على الانحناء. طيب بالنسبه للانضباط بقى ما لازم احسب الدلتا الاول. اه هنحسب القديم الاول. لازم احسب الدلتا. اه ما احنا هنا مش احنا هنا سوينا لهم ببعض انا عوضت واحده فيهم عشان اجيب الدلتا يبقى الار هنا ار البي اللي احنا لسه جايبينها فاحنا هنا بنحسب الكولوم بقى دي كولوم الدلتا كولوم الدلتا كولوم اللي لسه ما جبتهاش اعوض هنا او اعوض هنا يبقى جبت الدلتا اللي هي دلتا سي ايكوال دلتا بي هما الاثنين بتاعتهم نفس الدلتا هي 0.66 نعوض هنا مهار الكولوم بيتعرض ل 40000 40000 الدلتا لسه جايبها اعرف اجيب الرباعيه هنا اللي هي الرباعيه بتاعت السير تمام؟ عايزين بقى نجيب الرباعيه ار بي ال عشان نعرف نجيب السيفتي فاكتور. ار بي ال ايكوال ايه؟ ار البي بقى بس عند البي ال عند حد التناسب الدلتا عند حد التناسب. طيب البي عند حد التناسب هو مديها لي او مديني الاس اعرف اعوض فيها ليه البي؟ اضرب في الال يبقى ار الاف اللي احنا اللي هو مديها لي اللي هي 40000 بس عايز اضرب في ايه عشان احولها لحمل مش جهاز والدلتا دلتا انا هحسبها دلتا عند حد التناسب هي بي عند حد التناسب في ال على اي ايه
هي هتطلع معايا 4.8. يبقى هنا اضربها 4.8 اوصل للرجوعيه هنا ديت 8 كيلو كيلوغرام للسنتيمتر. طيب السيفتي فاكتور بقى اللي احنا قلناه في الاول خالص، احنا جبنا الاريز ده، ايه جبنا الاريز ده، او مدينا الاريز خلاص صحيح. عايز بقى السيفتي فاكتور اللي هي ار عند حد التناسب على ار عند الحاله بتاعتي اللي هي هنا، ار عند حد التناسب اهي. طب دي الحاله السهله اللي هي خدناها من زمان، عايزين بقى نشوف الحاله في حاله الانضباط في حاله الانقلاب. طيب حاله الانقلاب الار العاديه اللي هي ار بي، ار بي اللي احنا جايبينها الدلتا اللي احنا جايبينها اه البي دي بكام؟ طيب الدلتا دي هي هي دي هنا 0.677. هوصل من الار هنا بكام؟ 1.6 9 2.4. طيب باقي الار بي، ار بي عند البي ال بقى اجيبها ازاي؟ زي اهو بي بي ال دلتا عند البي ال اجيبها ازاي بقى؟ اجيبها ازاي؟ اجيب البي بي ال دي ليه؟ ماشي ايوه ماشي. انا عارف الاجهاد بس مش عارف الكلمه كام. ده بالظبط كده هساوي بقى الاف دي في حاله الانقلاب يا ام واي على اي تمام. الحل ده انا عارف الاجهاد انا عارف اللي هو ب 4000 والام ان هي بي ال على 4 الواي الواي احنا قلناها كام؟ دي احنا قلناها كلها 25 نصها كام؟ 12 ونص. واي اكس احنا جبناها ال ال احنا عارفينها اصلا ب 150 ب 400 بعرف اجيب البي دي ال تمام كده؟ صح؟ اللي هي هتطلع 1 5 4 1 4. طيب ايه بقى الدلتا بي ال؟ اجيبها ازاي؟ اجيب الدلتا بي ال ازاي؟ علي طالوس بالظبط كده نعوض بي ال باور 3 48 اي ار البي اللي احنا لسه جايبينها اللي هي دي هنا ده 400 مور 3 والاي والاي عندنا والاي عندنا بعرف اجيب الدلتا اللي هي تطلع 2.13. طيب كده عايز بقى اجيب الار بي ال اللي هي هتبقى ايكوال ايه؟ اهو الحمل اللي انا لسه جايبه الدلتا لسه جايبها عشان تطلع الار بي كام؟ 1 6 7. طيب يبقى السيفتي فاكتور بكام؟ معايا؟ ار بي ال لسه جايبها على الار اللي هي خالص ار بي ال اهي وار اللي في البداية ايه؟ ايه؟ هو ده مكتوب في البداية في
حاجه على جروبال حاجه ولا ايه؟ الحل ده ما فيش ويدفع جروبال الورق ده ولا ايه؟ لا ده موجود في كتاب الدكتور. تمام؟ هتطلع 9 بوينت. تمام؟ حد عنده سؤال؟ طيب نخش على مسألة في الإنتاج. المسافة تربية الاريا اللي هي كام؟
اللي هي 2 في 15 في الاريا بتاعت الشكل ده، دي 15 ودي 2. طيب المسافه اللي ما بينهم بقى دي بكام؟ دي 11 سكوير. انا مفيش حاجه الدكتور اخدت بلس ايه؟ ده هيطلع 3. يبقى الاي اكس بتاع الشكل كله كام بقى؟ هو اي 1 و 2 اي 2 يبقى 1000 بلس 2 3 340 هو 8000 82 كده. انا خلصت من اول مشكله. طيب بعدين هو بقى حيرني ان هو اداني اثنين اجهاد، انا استخدم مين فيهم؟ قايل لي واحد شد وواحد ضغط. ليه؟ ليه برضه؟ ليه هستخدم الصغيرة؟ الكبيرة برضه بس ماشي. بعدين احنا قلنا هنا القطاع، القطاع بتاعي بيتعرض لاثنين اجهاد، شد وضغط. يعني واحد الضغط اللي هو فوق اللي هو ب 1000 والشد اللي هو تحت ب 1400. طب انا لو عرضتهم حاجه اكتر من 1000 الضغط هيتكسر، الحته اللي اتعرض الضغط هتتكسر، اللي هو الضغط ايكوال الشد في نفس الوقت مثلا الماكسيموم ايكوال بعض، يبقى فوق هيتكسر وتحت هيفضل سليم. ما انا عايز حاجه القطاع كله يبقى سليم، باخد ال 1000 القطاع بيتعرض للاثنين في نفس الوقت والاثنين بيبقوا مساويين لبعض. انا لو استخدمت ال 1400 القطاع اللي بيتعرض لضغط هيتكسر، ان انت بتعرضه لضغط 1400 وهو بيتعرض هو بيستحمل 1000 بس. تمام؟ طيب الواي بكام؟ 12. هنا في 10 وهنا 2 يبقى 12. واي اكس انا جبتها ده اقل من ال 1000 فجبت البين فوله دي. تمام؟ اللي هي هتطلع والله انت قسمت عليها الفرنس دي اللي هي مجموع الاثنين صح؟ ايه ده؟ اللي انت قسمت عليها ده اللي هي مجموع الاثنين. مجموع الاي اكس 1 والاي اكس 2؟ اه. هنا هتطلع 6 تصور انت كمان؟ طيب بالنسبة للدلتا بي ال باور 3 48 اي اي كل حاجة عندي واعرف اجيب البي هتبقى اقل من 5 89. هاخد مين فيهم؟ هاخد مين فيهم؟ هاخد اي حتة فيهم؟ صغيرة صغيرة انها تحقق الشرطين. حد عنده سؤال في الاكلات؟ لا ده على حسب السؤال، هو هنا بيديك الترخيم الماكسيمم وبيديك الجهاز الماكسيمم. فانت عايز تجيب البي اللي بيستحمله كل واحد بسبب ايه؟ حد عنده سؤال؟ I'm
الاسلام او مطلع الفيديو هو بيقول الدلتا بقى كده كذا. يعني ايه قصر؟ انا عندي قصر المفروض تحديد قصر زيه بالظبط، لكن انا معرض القوه في قصر هيبص تحت بعض النظام التاني ده واحد اتزق يبقى في فرق بينهم وبين الاثنين. هو ده بلس. طيب القصر بيحصل بطريقتين، يا اما ان انا اعرضه للقوه افقيه فده هيتزحلق عندك، او اعرضه للتوازن. تمام؟ طيب عندنا القصر يا اما قصر مباشر يا اما غير مباشر. قصر مباشر يا اما اللي هو الخالص اللي هو الانتواء اللي احنا لسه هندرسه، والغير خالص اللي هو صاحبه الحناء اللي هو القانون العديد ده اللي احنا خدناه. اما القصر غير مباشر دي تطبيقات عندنا، تطبيقات على القصر المباشر بس. عندنا في قصر مفرد اللي هي المسمار، عندي لوحين هنا وبين المسمار ادي لو بتشده هنا بالكيو، الراجل المدرس بتشده هنا بالكيو. طيب هنا المسمار بيتعرض لقوة ايه؟ قوة مماثلية بالنسبة لي اللي هي قوة قص رجال قص رجال قص. هو بالنسبة لي هي كيو باي ديسكو على باي ديسكو على الاريا، على الاريا بتاعت المسامير. طب الاريا بتاعت المسامير اللي هي كيو اللي بتعرض لها كل المسامير على عدد المسامير في اريا المسمار الواحد. تمام؟ طيب بالنسبه بقى للالوان بتتعرض لفورس ايه؟ ده شد. طب بتتعرض لاجهاد شد؟ اجهاد الشد ايكوال ايه؟ يعني على الاريا. الكيو اصلا اللي انا بعرضه ليه؟ على الاريا. طب انهي اريا؟ اصغر اريا. الاريا دي اللي هي المفروض دي لو رسمتها سي دي هي دي الاريا. صح؟ طيب احنا عايزين بقى اضعف اريا. اضعف اريا بالنسبه لي فين؟ اللي فيها المسامير. لان لو رسمتها كده هي دي المفروض الاريا بتاعتي اللي هي هنا، بس هنا في مسمار قلل سمكها. يبقى دي اضعف اريا بالنسبه لي. طب الاريا دي هي السمك في البي اللي هو العرض، بس انا قسمت منه الديامتر بتاع المسمار. بس انا ممكن يبقى عندي اكتر من مسمار في نفس الوقت بعدد المسامير الديامتر بتاع الوقت. يعني مش ثابته اثنين دي؟ ايه؟ مش ثابته اثنين دي؟ اثنين بدل ان تبقى اثنين؟ تمام؟ طيب ناخد مساله على الوضع. هنكمل بقيه الميكرو. في قص مزدوج بعد كده. هو هنا لو حطيت له كلمه يبقى هنا مسمار اهو. طيب هنا انا بشده بكيو. ده المفروض يعمل اكشن كيو على 2. ده زي كيو على 2. طيب لو انا عايز بقى ادرس القوه المماثيه اللي بتعرض لها المسمار هيبقى كيو اللي هو الاجهاد. القوه المماثيه هي كيو على 2 على عدد المسامير في الاريا بتاعت المسمار الواحد. طيب القوه اللي بتعرض لها الاجهاد اللي بتعرض لها الواحد كيو، بس كيو على فين برضه؟ في سمك اللو بي ماينس ان دي. ده اللي جاب بالظبط. هنا الفرق بس من اللي جاب واللي جاب بالظبط ان في كيو على فين هنا. انت قسمتهم هنا. طب ايه ميزه اللي جاب بالظبط على اللي جاب على القص المفرد؟ الاريا اللي هنا؟
اولا هنا انا قللت الكيو، انا عرضت الكيو بس بقى الكيو على كيو، يبقى هو بيتحمل اجهاد اعلى. انا كل ما اعرض الفورس كيو بيجيب لي اجهاد كيو على 2، صح؟ هنا بيجيب لي اجهاد كيو على حاجه، يبقى اول حاجه هو بيتحمل اجهاد اعلى. طب الميزه الثانيه ان هنا مفيش ازدواج، هنا في ازدواج، هنا دي بتلففها كده، لكن هنا دي انا ممكن اشيلها لحد ما مكانها كيو على 2 وكيو على 2، ده وده يعملوا ازدواج كده. طب ده وده المفروض هنا كده، انا مش مهندس بقى، هو دي كيو على 2 ولا كده بس؟ دي المفروض هنا كيو، هنا كيو على 2. ده بس على القانون، لا القانون نفسه، القانون نفسه كيو على 2. هو الدكتور بيكتبها 2 هنا. اي هي كده اللي هو الكيو ده، هو كنا مش عارفين ايه؟ استاذ بجيب الاف على 2 الاف كيو على 2 برضه، دي الانواع صح؟ بالنسبه للي هو بقى الكيو دوت، مش عشان هم الاثنين دي، مش عشان هم المشوار هيتكسر حتتين الاثنين عدد المقاطع او الميت، هي عشان كده هي ممكن تشوفها بمنظور ده او منظور ده، تمام؟ تمام؟ فهنا انا بعرضه للكيو على 2، الكيو على 2 ده ازدواج بيدور كده، طب والازدواج الثاني بيدور كده، فهم بيكنسلوا بعض، فمفيش هنا ازدواج. ده ميزه القص المزدوج. طيب اخر حاجه القص الصوت، اقصى 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 اجهاد بنتحمله مسمار 700،
انا عايز اعرف الكيو دي بكام. قول لي متر تربيع بقى وصلت متر تربيع ولا ايه؟ طيب كيو هنا 700 ان عددهم 6 الاريا باي على 4 الديامتر بتاع المسمار سكوير مش باندس هي كيلو جرام لكل ايه بقى ولا باي بيقول لي الديامتر بتاع المسمار الواحد 20 مللي اللي هو 2 سم مع طبيب الكيو. الستة دي هم عايز ستة مسامير؟ تمام؟ هجيب ان البي او البيو اللي احنا بنجيبها اقل من 13 مع 9 حوالي 7. طيب هو بيقول لي بقى بالالواح الالواح الماكسيموم في الجهاز اللي هو بيستحمله 1600. ريتنشن؟ ولا هو الشد؟ الجهاز الشد اللي هو بيستحمله الالواح 1600. اللي هو قانون هيبقى البيو برضه اللي انا لسه معرفوش. على ايه؟ على ايه؟ على ايه هي الصوت؟ البي وهي بس عدد المسامير بس عدد المسامير اللي هي هنا كده القطاع ده عددهم كام بقى؟ ثلاثة اثنين هناخد قطاع اهو اثنين عايزين الاريا دي الاريا اللي انا هدرسها. طيب الاريا دي لو انا عديت من هنا هيبقى فيه اسبوعين ولا ثلاثة؟ اسبوعين بالظبط كده يبقى اثنين في دي دي لو قالك باثنين ودي كام؟ انا هوصل ان دي اقل طيب انا هاخد مين فيهم؟ عايز حاجه ما تكسرش المسامير وما تكسرش الالوان هاخد مين فيهم؟ ده لك انا صح بس مش كده يا كده واحد اثنين وده بقى انت هتاخد ده بقى ده بس هتاخد اقصى اثنين لكن ده ما هوش لا تمام هذا طيب القانون بيقول ايه؟ بيقول ايه اذا قومت القص درجة الحرارة كيو مش مستحيل 180 مستحيل كده ممكن نفسه يعملها كتير. القانون هنا بيقول ايه؟ بي على باي دي تي تمام؟ حطه هنا ناحية حمضك صح؟ طيب دي لو شغلنا دي 600 مديني كيلو كمان 600 بالنسبة لي هو مديني تي الدي اللي هي تم فهي دي تي بكام؟ هي اوفر 1 زي ايه ده؟ تمام؟ حد عنده مشكلة؟ بص على الكوا اسمها ايه سؤال فاشل مديك التي ولا انت مديك التي ولا ايه؟ الحاله الاولى ومديني التي وعايز الدي، الحاله الثانيه هو مديني الدي وعايز التي. كل دي في الدنيا يا معلم معنوي الموبايل بص عامل ولع بص انا عارف لما عشان بصور الكواليتي عالي قوي. طيب احنا لسه قايلين ان الباص بدل ما معكش هو انضماق مقطع على المقطع التاني معايا كابتن يا اما ان انت تعرضه لقوه مماسيه دي او التواء. طب التواء ده اتجاهه ايه؟ ايه؟ داري التواء اتجاهه ايه؟ عمودي على القطاع ولا موازي للقطاع؟ موازي للقطاع. يعني انا لو عندي قطاع كده ليه عمود؟ خلاص عمود على قطاع اللي هو خالص مش عمود هنا ده كده اسمه طب الالتواء بقى اللي هو العمود ده اللي هو الموازي للقطاع ده موازي ده تمام ده عمودي عليه خليها بندنج خليها توش تمام. هو ده بيسبب ان مقطع ينضرب على مقطع تاني. يعني لو كليت الورقه دي لا معلش عشان مش واضحه ها
مش انا لو مسكت الورقه دي مقطعين هم المفروض على بعض. لو انت تريتهم المقطع ده المفروض يعني ده وراء مقطع زيه بالظبط، لو تنيته هيبقى ورا بعض ولا لا؟ ماشي ورا بعض برضه؟ لا لا يعني ده انزلق من على من على وراه. تمام تمام. الموزع دي يعني ايه علاقه بالموازي والعمودي؟ ده بنقول ده بالنسبه لي هو قطاع، لو انا عرضته لكده ده بندج مومنت، لكن لو موازي ده كده قطاع. لو عرضته بقى لتورشن كده يبقى ده موازي للقطاع، وانا بعرضه لبندنج بس موازي ليه. تمام واسع ولا شاطر؟ تمام خلاص تمام. طيب طب انا لو عندي دايره بقى كانت اتفقنا ان هو موازي للقطاع صح؟ طيب يبقى هو بيدور حوالين نفق ايه؟ محور الدائره. المحور الباقي يعني ده كده قطاع اهو اللي هو المفروض اكس وواي، هو بيدور موازي جدا يبقى حوالين زد حوالين المحور الثاني. طيب لما اتكلم في دايره بقى يبقى حوالين السنتر بتاعها اللي هي حوالين البولر. عشان كده القانون القانون بتاعي هو ام تي على ار، ام تي على ار، كيو ار على ار، دي سيتا على سيتا. طب الاي دي ادي اي بقى تمام ماشي. طب ادي اي بقى ازيد الاي بولر دي اللي هي حوالين نفق الزد بقى حوالين اي بي. تمام طيب الكلام ده على حسب انا بتكلم على اني حاجه. في حالات كتير للدوال، اولا لو انا حد المرونه ممكن نعوض بقى نشيل الكلام ده ونعوض دي ام تي زي ما هي. طب لو انا عندي قطاع بقى ايه؟ الاي اكس بتاعه ايه؟ باي دي تكعيب على 64 باي دي بار 4 على 64. بس انا بقول البولر بقى بضربه في 2 2 اللي هو اي اكس بس اي واي. الكيو ار اللي انا عايز احسبه والار اللي هي ممكن اقول عليها دي على اثنين مارك. طب انا عايز الكيو ار هيجيب لي كام؟ ممكن ارسم دي واحده هنا يبقى دول ثلاثه. انا عايز الكيو ار بس واحده اهو دي هنا اضرب دي هنا يبقى الهاف دي هتنزل تحت هنا. ده مع ده هيجيب لي 32 اطلع فوق مش تحت 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 بيطلع فوق. يبقى هنا المفروض 32 ام تي هنا باي دي باور 3 بس دي في الهاف دي هنزلها هنا هقسم كمان ال 32 دي على 2 هتبقى 16. في مشكلة؟ في مشكلة ما حدش فاهم حاجة. تمام؟ طيب الكلام ده حد المرور. طيب لو انا عندي بقى ماسوره ليها دي كبيره ودي صغيره هتبقى ام تي الاي بالنسبه لي بقى هتبقى ايه؟ 2 زي ما هي باي دي كبيره دي صغيره على 64 برضه صح؟ طيب ايكوال كيو ار ار اللي هي دي الكبيره على 2 ودي دي هنا يبقى كيو ار ايكوال. الفرق بين دي ودي ان في هنا دي هنا دي باور 4 بحط هنا دي 16 ام تي باي دي باور 4 ماينس دي باور 4 برضه الكلام ده لحد الموجه بس. تمام طيب هي دي اللي فوق دي اللي هي بتاعت المقطع الكبير صح؟ بتاعت المقطع الكبير. تمام؟ طيب لكن بقى لو مضة بطيئة هتنهار. ليها قانون تاني.
لان انا بعتبر كيو ار هي هي كيو ار. لكن هنا اعتبرنا كيو ار على ار. هنا في فرق من كيو ار سمول على ار سمول يكون كيو ار على ار كبير. لكن هنا هو اعتبر ان كيو ار هي كيو ار سمول. وايه الفرق بس اللي في الاول؟ هنا ده قانون القانون العادي لحد المرور. لكن هنا هو كنسل العلاقه بين الار على ار. ليه بقى؟ ما تعرفش ليه. تمام؟ تمام. هيوصل للقانون كيو ار هيبقى 12 ام تي على باي دي باور 3. تمام؟ طيب الكلام ده برضه لحد المرور. طب لو ماسوره كيو ار 12 ام تي باي 12 دي صغير او 3. الملاحظ هنا مفيش دي هنا لان احنا كنسلنا هنا خلصنا من الار هنا والار هنا فمفيش ار هنا جنب القانون. تمام؟ طيب نكمل اخر حاجه. لو القطاع بقى غير منتظم يعني انا ما اعرفش هو فين هو في حد المرونه ولا مش حد المرونه. القطاع مش منتظم يعني جزء منه ماده خاصه وجزء ماده وقيمه. يبقى انا اخد المتوسط بين الرقمين دول اللي هو 12 و 16 هتبقى 14. تمام؟ طب هي دي هنا اتلغت صح؟ اللي هي دي اللي جنب المنت فوق. هو الكلام ده فوق من فوق حد المرور صح؟ فوق حد المرور عند الانهيار الماده مطيره. يعني طب ليه؟ ليه؟ ليه هنا اللي في دي وهنا مفيش دي؟ هو انا عشان الافتراض اللي انا افترضته ان كيو ار هي كيو ار سمول. هنا كيو ار على ار ايكوال كيو ار سمول على ار سمول. يعني حد ده في مدى المرونه ده مدى المرونه وده بعد حد في دي ده تمام؟ عند ريدس تاني يعني ولا انت هنا؟ ريدس في حاله عامه يعني انت هنا دي بالنسبه لك هي الار كام. لكن انا عايز الكيو ار على اي حته فدي بالنسبه لي هي الار سمول. تمام. طيب هات القانون بقى وبيقول لي لو الماسوره السوق بتاعها قليل قوي بالنسبه للقطر بتاعها يعني ار بالنسبه للتي هيبقى القانون اثنين ام تي على بار دي سكوير تسي. تمام؟ ده الكلام ده لو ماسوره والسمك بتاعها اصغر بكتير من الارض. هنعمل ايه؟ لا ماشي. هو دي رقم شرط يعني هو اصغر يعني ده ممكن يبقى بوينت مثلا 2 وهنا بقى 10. هو رقم هيفرق معايا في الوقت بس هو اصغر من الاخر. تمام؟ هنا مضروبه في 2 لو دي لو دي سكوير تحت. لكن انا خليتها ار انت بقى قوي ان انا بخاف لما تلاقي ان التي باي ار سكوير. طب بس دي كام يعني؟ تمام؟ لا لا في اي حته. اي حته. تمام؟ خش المسائل. مهندس انت قول ان هي بخط الجدار. انت قول ان هي بخط الجدار يعني. السابق. اقول انت ان هي بخط الجدار او الجدار بتاعها بيقول ان السمك اصغر بكتير من الارض. مش محدد. لا مش محدد. تمام؟ انت مسلسل. انت انا شايف ان دي رقم كمل اكمل. Thank you.
هنا بنثبت قضيب من الالومنيوم وبعدين لازم في قضيب من النحاس بس هنا هنا دي مصونه وهنا ده قضيب مصمم هنا دي قضيب مجوف وهنا قضيب مصمم تمام طيب يقول لي القطر الخارجي هنا 8 مركب من صوالة من الالومنيوم وماسوره من النحاس قطرها الداخليه 4 وده 4 تمام فاذا كان اجهاد حد التناسب في الاجواء كل من النحاس والالومنيوم فانا عايز اجهاد جايب مسكزه زي دي بس مقفوله من جنبتين بقول لك هات لي عزم النص يبقى عندي اجهاد حد التناسب في الاجواء الاجهاد بتاعي للنحاس والجهاد للألمونيوم تمام بس ده جهاد حد التناسب وعامل امان سيفتي فاكتور بتاع الكريم وزاوية الاضواء القصوى المسموح بيها للطرف الحر مين الطرف الحر؟ ده انا ماسكه لكن ده انا مش مثبته يبقى هو ده الطرف الحر 2 درجة كحد أقصى أو أكبر عزم التواء ممكن أتحمله العمود إذا كان معايا الكساء يبقى أنا ممكن أعرض العزم التواء هنا أنا عايز أجيب الـ MT ده بكام؟ يقول لي إن هنا الـ G هنا في الكورة طيب أعمل إيه بقى؟ ايش السوري اللي سيت فاكر هو قال لي سيت هو مديني حد التناسب اجهاد حد التناسب ومديني السيفتي فاكتور اعمل ايه بقى؟ طيب احنا قلنا السيفتي فاكتور ده يكون ايه؟ انا اخد كده صوت ايه؟ بسوي الحد التناسب انا عندي اجهاد حد التناسب على الاجهاد في الوقت ده طيب الجهاد حد التناسب اللي هو 1600 يبقى الجهاد في الحته دي بكام؟ اقعد دي هناك واجيب دي هنا لا مش الدق بالظبط عايز الدق مش عايز الدق ايوه من هنا ده 800 طيب بالنسبه للناحيه الثانيه في هنا هتبقى بكام؟ نص دي صح؟ 550 طيب الكيو اصلا ايكوال كام بقى؟ الاجهاد ده ايكوال كام اصلا؟ تمام؟ طيب بقى 600 هنا دي هنا دي بعد الكفر يبقى دي المشهوره مش هو ده القانون، قانون الماسوره بقى اللي احنا كنا كاتبينه دي ماينس دي كام؟ هنا في دي هنا دي باور 4 ماينس دي باور 4 تمام؟ التاني هنعوض دي هو اللي انا عارفه 16 ام تي بتاع مين؟ بتاع الكفر بديك اللي انا عارفها بديك الكبيره بتاعتها كام؟ 8 هنا باي دي باور 4 8 باور 4 ماينس 4 باور 4 هيجيب لي ال تي بتاعت الكفر كام؟ ام تي بقى التوتال هنا ده لو رسمت له التورشن مومنت دايجرام ده المفروض فيكسيشن المفروض هيرد على ده هتفضل رد الفعل بتاعي ام تي على طول القمر هو الجزء بتاع الالومنيوم بيتعرض لام تي هي دي يبقى ام تي كفر هي ام تي
معايا ولا محدش فاهم حاجة؟ محدش فاهم حاجة صح؟ طيب انا عندي هنا اسمها بيتحرك بيتعرض للتورشن هنا نعتبرها بندج مومنت تمام؟ وفي فيكسيشن هنا بيتعرض لدوران وانا عايز اثبته يبقى البندج مومنت بتاعه ايه؟ مش ده رد فعل؟ ما يبعدش ما هيبعده بالظبط لحد ما ينزل هنا صح؟ صح؟ يبقى هي دي الام تي بتاعتي طيب هنا القانون بيقول لي ام تي في القطاع ده بس يبقى احنا بنتكلم على ام تي في القطاع الالومنيوم بس طب الام تي في قطاع الالومنيوم بكام؟ ام تي في قطاع الالومنيوم ايكوال كام؟ هو ثابت يبقى ام تي ماشي تمام؟ يبقى هنا اعرف اجيب الام تي بكام؟ هي هتبقى تبقى 7 5 طيب هندرس بقى الشيب ده انا هنا برضو الام تي ثابت على القطاع ده صح؟ بتعرض نفس الالتواء يبقى هي ام تي 12 ام تي طيب القانون بتاعها ايه بقى؟ انا دي مفروض عاديه اللي هي الالومنيوم نادي بار 3 دي اللي هي 8 ايه؟ بار 4 ولا ايه؟ بار 3 انا شلت دي من هنا ودي من هنا كل ده يطلع 550 الدي هنا بكام؟ ب 8 لما اعمل كروس مالتيفيكيشن اوصل لان في القانون اللي احنا كنا كاتبينه كنا كاتبين ام تي على ار والدي سيتا على ال يبقى سيتا ام تي في ال على جي في ار تمام؟ اي بي اي بي ار تمام؟ وهنا سيتا واحد بكام؟ ام تي اللي انا ما اعرفهاش قلنا الام تي ثابته في القطاع ده والقطاع ده يبقى هي ام تي في سيتا 1 اللي هي ام تي في سيتا 2 تمام؟ طيب ايه؟ القطاع ده القطاع ده طوله 60 القطاع ده طوله 60 طيب الجي بتاعت الاولاني فيهم الجي بتاعت المنهاز والجي بتاعت الالومنيوم باقي لي الار الاي اكس احنا عارفين الاي اكس بتاع ده الاي جي بتاع ده باي بتاع ده وباي دي باور 4 على 30 الثاني ده باي دي باور 4 ماينس دي باور 4 على ال 30 وانا جاي الفاليو بتاعها كل ده يكون درجتين بس انا ما بعوضش بالدرجات احولها للعدة يبقى 2 باي على 180 وعوض هنا هتجيب الام تي بكام؟ تطلع الام تي 5 3 4 وانا دلوقتي بطلع ثلاث قيم من الام تي اي واحده اقبلها؟ اقل قيمه ده مش هيستحمل ان هو يدور غير درجتين فانا لو عرضته لاكثر من درجتين هيكسر والقطاع ده ما بيستحملش غير اجهاد اللي هو 800 لو عرضته لاكثر من كده هيكسر
والجهاز واللي بتاعنا ما بتعرفش اكتر من 500 لو عرفتوا اكتر من كده هيتكسر فهياخد اقل اقل من 200 تمام؟ وانا ما كنتش ينفع اشوف ان انا اعرف بطوله العزم الاولاني دوت في معادله السكة واشوف هيطلع على سكه قد ايه واعوض او اعوض بالثاني واقارن ما بينهم واشوف انه اللي هيديني سكه في حدود المقبوله. لا مش فاهم. كنت هو طالب ايه بكام؟ طالب عزم. هو طالب العزم بكام؟ ما انا فاهم انا بقول لك انا هاخد العزم اللي انا مش انا جبت ام تي 1 وام تي 2 هعوض بيه في القانون بتاع السيت عادي هيطلع اكبر هيطلع اكبر هيطلع اكبر في الرقمين اللي انت جايبهم اكبر هيطلع اكبر تمام المفروض تحسب هنا صح؟ طيب هو ده مش نفس لا تجمع ليه؟ عاوز تجيب
انت عايز تجيب الاقصى في الجزء معين. يعني هو بيقول لك اقصى جزء بيتعرض لاثنين ونص بس، مش الفري ده بيتعرض لاثنين ونص. تمام؟ طيب مش ده نفس القطاع؟ ليه نفس الاريا؟ ليه نفس الاي؟ وليه نفس الجي؟ طيب لو انت عوضت بالرقم ده هيجيب ثيتا اعلى ولا اقل؟ اقل صح؟ طب الماكسيمم بقى يجي امتى؟ عند الماكسيمم ام تي من هنا ام تي مع سي مش هو عايز قطاع معين ولا عند نقطة معينة؟ هو بيقول لك اقصى بيقول لك كانت زاوية الالتواء لكل متر من الاسطوانة يجب الا تزيد على 2.5 لكل متر، يعني بيتكلم عن جزء جزء. تمام؟ طيب انا هلاقي دماغي واخد اعلى قيمه، بس هو انت ممكن تاخد دي تاخد دي تاخد دي وهتطلع معاك برضه دي. تمام؟ طيب هنا 155 بس هو هنا جبال الفيلم فانا هحولها لكيلو 100. طيب هنا انا حاطط ال 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 اهي. تمام؟ والاي الاي بتاع القطاع ده ايه؟ مش ال ال بصفر؟ ايه؟ مش ال ال بصفر؟ ال ال بصفر؟ في ال بصفر؟ لا مش حاجه اسمها ال بصفر. انت واقف عند الطرف بتاع لا انا بتكلم عن القطاع ده مش واقف عن الطرف، انا بتكلم عن الكعب كلها. تمام؟ هو قال لك ان ثيتا لكل متر. طيب الاي بتاع القطاع ده كام؟ باي دي كبيره بار 4 باي دي صغيره بار 4 على 32. طيب والجي؟ جي هو متهيألي طيب هنا بقى بتديني ثيتا بالايه؟ اولا ما ينفعش اشتغل والثيتا بالديجري كده فلازم احول باي على 180. طيب انا عندي مشكله ثانيه هنا وحدتي كلها بالسنتيمتر وهنا وحدتي بالمتر انا عايز احولها بالسنتيمتر فاقسم على 100 هنا عشان تبقى 2.5 ديجري بالسنتيمتر مش بالمتر هقسم على 100 هنا. تمام؟ هنعمل كروس مالتيبيكيشن ودي ده انا عارف اللي هو كده. جبت الكبير موجود. طب وايه اللي ظبطه مش على حضرتك ولا ايه؟ ما احنا معوضين عن الثيتا على ام مش ال مش ال مش الثيتا بس. يعني احنا بنقول الثيتا لكل سنتيمتر. السنتيمتر الواحد. ما وديش ال هنا في الاول ايه؟ ما وديش ال ده مش في الاول. ما هو اصلا مش مديني ثيتا كام؟ هو مديني ثيتا لام. مش هي ثيتا على ال؟ اه طيب لما تقسم ثيتا على ال بالسنتي هيجيب لك ايه؟ ايش انا قصدي المفروض ما اقعدش عليها مش بس اقعد مثلا على الحدود كله؟ لا ما الكلام ده كان جاب لك الثيتا كنت عملت اللي انت بتقوله لكن هو جايب لك ثيتا بال ال. تمام؟ هنعمل بوست مودفيكيشن هيجيب ان الدي عشان كده انت طلبت ال اللي كانت جنب الجون. عشان كده مش حاطط ال هنا، حطيت ال هنا. هيجي لي ان دي سمول 8.72 سنتيمتر. طيب هو عايز السمك هو مش عايز الدي سمول. ايه هو السمك بقى؟ الفرق بقى. السمك اللي بيديك جنب السمول. فرق بس؟ فرق بس. السمك اللي هو ده. صح؟ الاثنين بس تسمع الاثنين. يبقى لا السمك. يبقى السمك هو دي كابيتال ما يبقى دي سمول على 2 اللي هي 10 ماينس 8.72 على 2 اللي هي 0.64. تمام؟